القصيرة دي فرصة فرصة لفائدة فريق شباب الخربة. أوه جميلة، والهدف الأول، الهدف الأول لفائدة فريق شباب أطلس خريفرة بواسطة اللاعب والمهاجم السنغالي. الجميع لاحظوا الطريقة باش خدع الكرة، مراوغة جميلة مباشرة سدد بالرجل اليسرى وكرة أرضية تعانق الشباك. لاحظوا المراوغة الجميلة ديال السنغالي سيني صاير ويتمكن من تسجيل الهدف.